فيكم حبايبي؟ شو أخباركم؟ بتمنى كلياتكم تكونوا بخير. أنا معكم سيران ورجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو هو تكملة أو أول مقطع هو تكملة للفيديو السابق. تذكروا قلت لكم وقتها أني رح أعمل سمك، فآخر شيء قررت أعمل صيادية. هون عنا هذا السمك اللي ورجيتكم إياه من الكوفلاند، عم بحط له بهارات، أنتم حطوا له البهارات اللي بتحبوها. هون عم بحط 7 بهارات، حطيت كمان شوية كمون، شوية كزبرة، شوية بابريكا وشوية كركم. بهاي الأكلة بالعادة السمك بنقلها. طبعا أنتم فيكم تجيبوا السمك الفيلي اللي من دون حسك وجلد، وفيكم كمان تقطعوا السمك يعني هيك قطع مربعة، بس أنا حبيت يكون تكون السمكة هيك قطعة كاملة. وبالعادة بقلوه وبزيت القلي برجعوا بيعملوا بقلوا فيه البصل وبيعملوا فيه الرز، بس أنا عم بحاول قدر الإمكان أبعد عن موضوع القلي، لأنه الزيوت المهدرجة إنه غير صحية. نحنا يعني من غير شيء عم ناكل أشياء غير صحية بحياتنا، فبحاول قدر الإمكان إنه يعني أخفف من الأشياء الغير صحية. فهون قررت إني أشوي السمك على هاي الآلة اللي ورجيتكم إياها بالفيديو السابق، وهو أوريدي الزيت بينزل بهيك مثل في مثل سحابة صغيرة بتجمع الزيت فيه، وفي يعني بتجمع كمية صغيرة من الزيت راح أرجع أضيفه فوق الرز. أنتوا إذا حابين قلوا، لأنه الطريقة الصحيحة هو قلي السمك. هون لازمنا بطنجرة، هون عم بستخدم أنا طنجرة التيفال اللي بستخدمها بالعادة للمعكرونة، بدنا كمية كتير منيحة من البصل، يعني تقريبا شيء 4-5 بصلات كبار. رح نقلي البصل ورح ناخد منه كمية منيحة لنحطه آخر شي فوق الرز. وتركت هون كمية بسيطة جوات الطنجرة أو المقلاي، بدنا نضيف فوقه كمان 2 توم، كمان بهاي الطبخة بنحط لها توم. وبعدين بدنا نحط له بهارات. بهارات لازمنا قرفة، كمية منيحة من القرفة، وبهارات صحيحة. شوفي عندكم بالبيت ورق الغار، القرنفل، القرفة الحبة الكاملة، والكركم. وبعدين رح نضيف له الرز البسمتي المنقوع، أنا نقعته بمي عادية، مية الحنفية تقريبا شغلت نص ساعة، وغسلته كتير كتير منيح. وهلأ بدنا نشوحه تشويح مع البصل. شايفين هاي هي كمية الزيت اللي طلعت من السمك، ضفتها كمان فوقها. وهاي الأكلة هي أكلة ساحلية، يعني من الساحل، كتير 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 طيبة للناس اللي بتحب طبعا السمك. وفيكم مثل ما قلت لكم تحطوا السمك الفيلي اللي من دون حسك، يعني مثل ما بتحبوا. وهون حطيت له فليفلة، كان المفروض أحطه بالبداية بس نسيت، بس مو مشكلة، هلأ برجع يعني بستوي مع الرز. هون ضفت له كمان المي، وبدنا يعني نعمله بطريقة عادية مثل ما بنعمل الرز بالعادة، بس طبعا البهارات لازم تقلوها مع البصل مشان تكون طعمتها واضحة. شايفين؟ هلا حطينا له وضفنا له المي، وراح اضبط الملح تبعه، وراح نتركه لبين ما يستوي معانا الرز. وبعد ما يستوي يعني تقريبا تنشف المي، بتضيفوا فوقه اخر شيء السمك اللي قليته. هون بدي اعمل الدقوس. الدقوس كمان فيكم تحطوا شو ما بتحبوا، بتحطوا بصل، بندورة، فليفله، فليفله حمراء، فليفله خضراء، بقدونس، ملح وبهار، شو ما بتحبوا، يعني في كتير طرق للدقوس. هون انا حطيت بصل وثوم وفليفله وبندوره كرزيه، راح احط له شويه كمان ملح، حطيت له شويه بهار، وفيكم شويه تحطوا له هيك يعني شويه مي، وبتعملوه هيك بالخلاط وبيطلع معاكم اطيب دقوس، طعمته كتير طيبه. وها الدقوس بيتاكل مع الكبسه، مع البرياني، كتير كتير طيبه. لانه في ناس سالوني عنه باحد الفيديوهات السابقه لما عملت البرياني، انه شو هو الدقوس، ف ها
هذا هو الدقوس، ومثل ما قلت لكم في كتير طرق، انتو دوروا باليوتيوب وشوفوا الطرق، الطريقة اللي بتناسبكم. هون سوا معانا الرز وصار بشهي، منحط فوقه السمك، مشان هيك يعني طبعا هون الرز لازم تكون ميته نشفت مشان السمك ما يتشتش معانا، عرفتوا كيف؟ وبتسكروا عليه وبتتركوه يعني الشغلات مثلا 5 دقائق 10 دقائق. آخر شيء في حركة أنا بدي أعملها، يعني هي الطريقة الأصلية ما بيعملوا هاي الحركة، بس أنا بكل طبخات الرز اللي بتكون يعني برياني، كبسة، الصيادية، الرز المشخول، كل هدول أنواع الرز أنا دائما بدخنه تدخين، ولازم حصرا تحطوا له سمن حيواني، سمن عربي، لأنه يعني طعمة التدخين فيما بعد هي بتاخد طعمة الدخنة اللي هي مثلا سواء بتحطوا له أعشاب، لأنه في طعمة التدخين هي بتجري بسبب الدهون اللي بتحطوها، يعني إذا بتحطوا لها زيت طعمتها بتختلف، إذا بتحطوا لها سمنة طعمتها بتختلف، عرفتوا كيف؟ فطعمتها بتصير كتير طيبة، طعمة التدخين إذا بتحطوا لها سمن حيواني. هون دخلنا السمك وصار ما أطيبه عن جد، لازم تجربوا هاي الطريقة، مثل ما قلت لكم الطريقة الأصلية ما بيدخنوا. هون استوى معانا الرز واستويت معانا الطبخة، هلا رح نشيل السمك على طرف مشان نسكب الرز بالصحن، وعن جد طلع شيء خيال، شيء فخامة، جوزي كتير حبه مو شوي، يعني انبهر بالطعمة. فلازم تجربوا هاي الطريقة، يعني خصوصي للناس اللي بتحب السمك، يعني حابة تغير شكل. طبعا هاي الطبخة معروفة، شايفين وهون طبعا تأخر الوقت لأنه يعني الطبخة بدها وقت، وأنا كنت أوريدي جاي الساعة 6:30 المساء على البيت، فدغري على الطبخ يعني أكلنا بوقت متأخر، لذلك ما قدرت أترك الرز ليتهدى وسكبته فورا. هو لازم شوي يعني تتركوا شغلة 10 دقائق ربع ساعة بيكون أفضل. شايفين الرز كل حبة بحبتها. هون كمان مثل ما شفتوا علينا شوية لوز مبشور وحطيناه فوقه، وانتو حطوا المكسرات اللي حابينها، وحطيت الكمية الباقية فوق السمك، وصدقوني الطعمة خيال، لازم ضروري تجربوا هاي الوصفة. أنا دائما الوصفات اللي بعملها يعني دائما بعمل تغييرات من عندي، عرفتوا كيف؟ أغلب الأحيان إلا حسب بعض الطبخات بحب تكون يعني الطريقة الأصلية، فمثل ما قلت لكم هاي الطريقة ما بيدخنوها، بس أنا بدخن كل أنواع الرز، ويا سلام على الريحة والطعمة، عن جد شي خيال، شايفين؟ فلازم تجربوا هاي الطريقة، طريقة الصيادية. وإذا ما لكم حابين تجيبوا هذا السمك المحسك، فيكن عادي تجيبوا السمك الفيليه، كمان بطلع معها كتير طيب وبيكون سهل الأكل، يعني ما كتير هيك بتقعدوا إنه تصيروا بتكون طالعوا الحسك من السمك وكذا، فكمان الفيليه يعني هو خيار منيح. هلا بننتقل على الفقره الثانيه من هذا الفيديو. هذا ثاني يوم، هون كنت حابه اعمل مثل تنظيف للمعده، فهي شوربه الخضار مع الدجاج رح اكل منها 3 ايام بس شوربه، هاي مثل استراحه للمعده من الاشياء الغير صحيه اللي بناكلها، فحبيت اعمل هاي الشوربة هيك نريح المعدة شوي من الأكلات المؤذية اللي بناكلها والضرر. فهون عنا انتو حطوا شو في عندكم خضار أو شو بتحبوا، أنا اخترت الكوسة والجزر هاي الفاصولية العريضة والأنواع من الجزر والبازيلا، يعني شو ما بتحبوا فيكن تحطوا، فيكن تحطوا كمان البروكولي وكمان البطاطا بيمشي الحال، انه هون عندي كم قطعة بطاطا حجمهم صغير،
وهلا رح تشوفوا انه كميه الخضار رح تطلع انه كثيره، بس انه صدقوني بعد الاستواء يعني طبعا بتقل الكميه، وبنفس الوقت هاي الشوربه رح اكلها على مدار 3 ايام باي وقت بتحسوا حالكم جوعانين، لانه بس تاكلوا شوربه يعني شوربه لحال رح تحسوا انه انتم عم بتجوعوا بسرعه، فهي ابدا مو مشكله فيكم طول اليوم تضلوا تاكلوا من هاي الشوربه ابدا ما في مشكله. ف كنت سالقه دجاج قبل بيوم، لازمنا كميه من الدجاج بس مو كميه كبيره، هاي الشوربه تعتمد على الخضار اكثر من البروتين، فرح احط لها انا دجاج مسلوق اخر شيء بس انه مو كميه كثيره مقارنه بكميه الخضار. فهون عم بقطع كل انواع الخضار، ولبين ما نقطع الخضار رح احكي لكم عن المصروف وكيف بنقتصد من المصروف. مثل ما كنت اسمع بالجروبات الفيسبوك، هلا انا من زمان ما عندي فيسبوك، بس يعني كنت اشوف دائما هيك بوستات وناس عم تسال انه كيف تقدروا مثلا تقتصدوا بالمصروف، والله يعني المصاري ما فيها بركه بهاي البلاد، ما عم نلحق، كل شيء غالي، يعني شلون بتعملوا؟ فانا رح اقول لكم هاي الطريقه اللي نحن متبعينها بالمصروف. حبايبي مثلا نحن هون شخصين، اوكي منشوف اول شيء مثلا نحن قديه بنصرف بالشهر اكل وشرب ومنظفات، يعني كل المشتريات مثلا نحن قديه بنصرف، حاطين 400 يورو، سابقا كنا حاطين 400، هلا بما انه صاير في غلا فحاطين 500. خلينا نحكي عن ال 400 لانه اسهل بالشرح. ال 400 يورو كنا مخصصينها لكل اسبوع 100 يورو، يعني نحن بنحط كل 100 يورو بظرف وبنكتب عليه الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع. ما بنعمل دائما التسوق الكبير بالشهر، مو دائما، لا حسب اذا كان في مناسبه ايه، بس بشكل عام ما بنعمل التسوق الكبيره، واذا عملنا التسوق الكبيره باول اسبوع من الشهر فبتكون الاسابيع الثانيه بالشهر هي مجرد اشياء بسيطه، يعني مثلا خضار، زيت مثلا، شغله نقصت بالبيت بنجيبها. على العموم هي الطريقه كالتالي، انه نحن بنخصص للاسبوع الواحد 100 يورو، وإذا حسينا أنه لازمنا شيء والمئة يورو خلصت أو ما بقى تكفي، منحاول نشوف يعني شو في بالبيت، شو في بالبراد مناكله، مندبر حالنا مشان ما ناخد مصاري من الأسبوع اللي بعده. وإذا ضل مصاري زيادة من الأسبوع الأول كمان ما منضيفهم للأسبوع اللي بعده، هدول منحطهم على طرف. طبعا هذا الشيء يعني كتير قليل ليصير أنه يضل معنا مصاري من المئة يورو اللي مخصصينه، بس إذا ضل مثلا صرفتوا 90 يورو بالأسبوع الأول، ضل 10 يورو، هاي العشرة يورو تركوها أول شيء على الطرف وفتحوا الظرف الثاني تبع الأسبوع الثاني وهكذا. لأنه يعني بهاي البلاد بتلاقوا إنه السوبر ماركتات الواحد بيشتهي، بروح بفوت على السوبر ماركتات بده هاي وبدي من هاي، بدي أجرب هاي، بتطلعوا من السوبر ماركت أنتوا حاطين 200 يورو أو 300 يورو ب يعني يوم واحد. فأنا بشوف إنه يعني المبالغة طبعا التبذير إنه شغلة مو منيحة، مثل ما قلت لكم، إلا إذا الواحد عنده مثلا ضيوف، عنده مناسبة، وطبعا بيختلف الموضوع إذا الواحد عنده أولاد كمان بدكم تخصصوا إنه الأولاد لازمهم مثلا أكلات، شغلات للمدرسة. فباختصار هي الطريقة انه انتم تشوفوا مثلا انتم 4 اشخاص او 5 اشخاص قد ايه بتحتاجوا بالشهر مثلا 600-700، مشان ما تطلعوا عن هذا الحد لازم تخصصوا بالاسبوع الواحد تخصصوا مثلا 100 يورو او 200 يورو او 300 يورو وما تقربوا على المصاري تبع الاسبوع اللي بعده، وهيك فيكم تصرفوا بس من المصروف اللي انتم مخصصينه من دون زياده ولا نقصان. يعني انا برايي بالنسبه لي غير هيك ما بيمشي الحال، انه الواحد يروح على الماركت ويشتري هيك شو ما كانوا على العميانة، بصراحه ما بتوفي ابدا. بتلاقوا حطيت لكم شغله 800-900 يورو بالشهر، ويعني
لأشياء يمكن ما تكون لها أهمية. وهون بنرجع لموضوع الشوربة. استويت معانا الخضار وحطيت الكراس لأنه هذا ما بده سلق مثل بقية الخضار. بنتركه كمان شغلة 5 دقائق 10 دقائق، يعني الطريقة ما بدها شيء أبدا، مجرد حطيت شوية زيت، شوحنا الخضار، ضفنا له المي وتركناهن يغلوا مع بعض. ها هي كل القصة. للناس اللي حام بها تريح شوي معدتها، وأخذت أكلت من هاي الشوربة 3 أيام. هون ضفنا الجاج وشوية فليفلة وملح طبعا وفلفل أسود. هاي هي كل القصة. وشو ما بدكن حطوا خضار، وخلي كمية البطاطا تكون أقل من بقية الخضار، يعني لا تكتروا كتير بطاطا، خلي الخضار التانية يعني تكون كميتها أكثر من البطاطا. وهون الشوربة صارت جاهزة بهذا الشكل، وأكلت منها 3 أيام. يعني بصراحة هو الموضوع شوي صعب، بس إنه it's okay. هلا بننتقل على الفقرة الثالثة. إجا نهار الأحد وقتها، وأنا ضليت من الساعة 8:30 صدقوني للساعة 4 العصر عم بنظف. هون فضيت هاي الغزانة، كانت مكركبة بشكل بسبب يعني بفترة الكريسماس والرأس السنة، بتعرفوا كنا جايبين يعني كمية أكثر من المشتريات، وهيك ما ضل محل آخر شيء، وصرت أحطهم فوق بعضهم. فطالعت كل شيء من الغزانة، رجعت رتبت الغزانة، رجعت عبيت الأطرميزات اللي كانت فاضية. يعني حاولت، لأنه أنا ما عندي محل، صحيح بيت كبير بس ما في عندي إنه والله غرفة مخصصة للمونة أو شيء، عندي هاي الغزانة الموجودة بالحيط، فحاولت يعني أرتبها قدر الإمكان. هي بس أنه في محل للأطرميزات، بس محل المشتريات شوي يعني دي، مثل ما لكم شايفين يعني هون آخر شيء صرت أحط كل الأشياء فوق بعضها، بس هذا اللي طلع معي. يعني أكثر من هيك ما بترتب، عرفتوا كيف؟ يمكن يوما ما نجيب رفوف، نرجع يعني نركب رفوف، يمكن يخفف علي الكركبة. هون حبايبي كان عندي موعد للقاح الثالث، أخذت لقاح موديرنا ثاني يوم، وقبلها كنت أخذ البايونتيك وما صار شيء معي أبدا، الحمد لله كله تمام، ما في غير وجع الإيد، يعني هذا الشيء طبيعي، وطبعا بيختلف من شخص للتاني، ويعني اللي بصير معه أعراض واللي ما بصير معه أعراض هذا يعني لا يعني شيء. أنا سألت إكسترا الدكتور فهو قال لي ما بيعني شيء، يعني هو مجرد في ناس بتتأثر باللقاحات بشكل عام، حتى لقاح الجريب، لقاح الجدري، لقاح أي شيء، وفي ناس ما بتتأثر. فأنا الحمد لله ما صار معي شيء أبدا ولا شيء. ممكن إذا أخذتوا يصير معكم شوية وجع راس أو شوية تعب عام، بس هذا الشيء طبيعي. فالحمد لله خلصنا من اللقاح الثالث، لأنه بمدينتنا صار حتى اللقاح الثاني من جديد صار بده كمان التيست، بس باللقاح الثالث فيكم تفوتوا على المحلات. بعد ما طلعت من المركز هون كنت عم بمشي بالسوق عم بورجيكم، حبيت هيك شفت الوردات حبيت أصور لكم ياهن. يعني أنا عشقي الورد والطبيعة، بتعطيني كتير طاقة إيجابية ونفسيتي بترتاح لما بشوف الورود. ويعني دائما حلمي كان ولا زال إنه يكون عندي هيك حديقة كبيرة، أو يعني هيك مساحة أقدر أزرع فيها كل شيء خضار وفواكه ورود. وبعدين فتت على الفولفورس، يعني هيك حبيت أصور لكم شوية مقاطع. شايفين هاي هذا الجاط الكبير المعدني عندي منه بالبيت، بس الحجم الأصغر، وعندي حجمين الصغير كتير والمتوسط، وهذا جايبين منه هذا الحجم الكبير، وهاي كتير حبيتها. تقريبا كان سعرها أتوقع بحدود 90 يورو، طولها شي 1.30 متر، كتير كتير كبيرة، كتير حبيتها. إن شاء الله هيك يوما ما نشتريها. وهون هيك شايفين هاي السحابات القش، كمان حبيتهم يعني بتضب أغراض، وهدول سلال القش. يعني في عنده كتير شغلات حلوة الفولفورس. أنا رح ورجيكم بعض المشتريات اللي اشتريتها، بما أنه بالفترة المؤخرة اشتريت كتير أغراض،
يعني تقريباً بالوقت الحالي ما كتير لازمني، بس ما بقدر بحالي إذا بنزل على السوق، يعني بشوف لي هيك شغلات صغيرة ممكن تلزمني فباخدها. هدول مثل ما كنتم شايفين صور من الأكشن، شايفين كل علبة فيها 5 صور. أنا أخذت منها موديلين، يعني نوعين من الصور. نوع كان مينا، ما بعرف أي مدينة بصراحة، يمكن إيطاليا، وهاي أمريكا. ما كان في كتير خيارات، بس يعني يعني مقارنة بالسعر كتير رخيص، لأنه حبايبي هدول هورجيكم ياهن. هدول الصور اللي عندي وفي عندي منهم بالممر بصراحة كلفوني كتير كتير. هدول وصيتهم من على أمازون، تقريبا كلفوني 65 يورو. هلا يمكن هدول احلى، شايفين الاطارات هيك عم تلمع شوي وارفع من اللي اخذتهم من عند الاكشن. بس اذا منقارن السعر مع بعض، يعني بتشوفوا انه يعني هلا لو كان في الفرق بسيط كثير كنت قلت انه التانيين احلى، بس بصراحه فرق المصاري كثير كبير. يعني الفرق بين 5 يورو 65 يورو، وهدول طبعا صور مع اطارات، صور ابيض واسود، شايفين بيجي منهم أحجام. شايفين، وفي عندي أنا ممر صغير، هذاك الممر ماني حاطط له شيء، فأنا جبت الصور الحالية بغرفة النوم يا أما بالممر، وعلى الأغلب للممر لأنه لغرفة النوم أنا حابة أخذ شيء يكون يعني شيء سيمبل أكتر. وهذا الحجم الكبير، فإذا حابين موجودين بالأكشن العلبة فيها 5 صور مع الإطار، سعرها 5 يورو، 4 يورو 98 سنت. هلأ خلصنا من هدول، أخذت هدول ال3 قطع من الديبوت. هدول الأناني، هاي بدي أعلقها مثلا تتعلق تعليق مثالي يعني، وهاي الأنينة هيك الخضرة كمان حلوة هيك نحط لها شي خفيف، أو شمعة مثلا طويلة، أو نوع من أنواع الأعشاب. وهدول الوردات الزهر اخذتهم من الاكشن، بينما هاي الفازة الصغيرة اخذتها من الديبوت. شكلها كتير هيك بيوحي بالربيع والهدوء. بكرة بالربيع كمان هيك منجيب لها كمان ورد طبيعي لون زهري، يعني شايفين كتير حلوة. اما هاي حبايبي فهدول كاسات للشاي والزورات، كمان كان عليهم عرض بس هن يعني منهم رخاص. هدول سعرهم 7 يورو بعد التنزيلات، وكان في منهم للكابوتشينو ولا اظن اللاتو ماكياتو من الكوفلاند. وعلى فكره كوفلاند دائما بيجيب اشياء يعني اغراض للبيت وموبيليا بتكون اسعارها مقبوله وكتير حلوه. اما هدول فبيلزمونا كل فتره والتانيه، هدول لل يعني للاكل مشان الطريق، مثلا اذا انا عملت طبخه مثلا بدي اخذها معي على شي محل، على الرحله، لجوزي مثلا، لالي على الشغل، فجبت هدول. كان في منهم احجام مختلفه واسعارهم بصراحه في غالي وفي رخيص، بس انتم دائما اذا بدكم تاخذوا حاولوا يعني تلمسوا هاي، تلمسوها اذا بتشوفوها انه رقيقه كثير يمكن ما تحمل الاكل فبلاها، لانه في منهم رقيق وفي منهم سميك مثل هاي المعدنيه. فمثلا كان في نوع ثاني كان رخيص سعره 89 سنت، بتوقع في جواته 3-4 قطع. جيت اول شيء بدي اخذه، بعدين جيت لما مسكته فكان كثير رقيق، يعني بحيث انه اذا حطيته فيه واكل بنطعش. المهم هدول كانوا كل المشتريات، ومثل ما قلت لكم اخذت اللقاح وكله تمام، ما في غير كتفي وجعني، طبعا هذا شيء طبيعي
غير هيك ما صار معي اي شيء. يعني اللي حابب او اللي حابه تاخذ اللقاح الثالث ولساتها متردده، هو يعني اذا باللقاح الثاني ما صار معك شيء فخلص باللقاح الثالث والرابع والخامس ما رح يصير شيء ابدا. وحتى اذا مثلا حسيتوا بشويه تعب فهذا شيء كتير طبيعي، شويه وجع راس او يعني احساس بالتعب. حبايبي هذا كان كل شيء بهذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. انا عم بمنتج لكم هذا الفيديو الصبح بكير، فمشان هيك يمكن صوتي شوي متغير. اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، واذا ما لكم مشتركين بالقناه لا تنسوا تشتركوا بالقناه. بشوفكم فيديوهات قادمه، ضلوا بخير، بحبكم كلياتكم، وباي باي.